في أخبار الرياضة، يحل الهلال السوداني ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي غدا السبت ضمن بطولة الأندية الأفريقية الأبطال مرحلة المجموعات، ويعمل الهلال في الخروج بنتيجة جيدة لتعزيز حظوظه في الصعود إلى دور الثمانية من البطولة. ويقود الهلال فنيا المصري حمادة الصدق الذي تولى تدريب الفريق خلفا للوطني صلاح آدم الذي أقيل عقب خسارة الفريق من الأهلي القاهري. وتعد مباراة النجم الساحلي الأولى للمصري حمادة الصدق الذي قال أنه يأمل في إيقاف تفوق النجم الساحلي على الهلال. فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا غرامة مالية على الاتحاد السوداني لكرة القدم قيمتها 32 ألف دولار أمريكي، وذلك بسبب إلقاء الجمهور السوداني لحجر على حكم لقاء العودة بين منتخبي السودان وتشاد في إطار الدور التمهيدي بتصفيات كأس العالم 2022 المقامة بقطر. وذكر اتحاد الكرة أنه تسلم خطابا من كارلوس شنيدر مدير إدارة الانضباط بالفيفا أوضح فيه تفاصيل الغرامة المالية التي من بينها 2000 دولار رسوم المحكمة والإجراءات.